حيث نفذت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مركز الرابية الصحي خطة تمرين الحوادث الوهمية بهدف تدريب العاملين بالمراكز الصحية من إداريين وكوادر طبية على التعامل مع حالات الحوادث والكوارث. التفاصيل نتابعها معكم في سياق هذا التقرير. في إطار تدريب العاملين في المراكز الصحية من إداريين وكوادر طبية على التعامل مع حالات الحوادث والكوارث، نفذت إدارة الطوارئ الطبية بالتعاون مع مركز الرابية الصحي خطة تمارين الحوادث الوهمية. إخلاء اليوم شمل منطقة الصيدلية والمختبر وقسم الإداريين، ولله الحمد وحطينا في إصابات وهمية وتم إخلاءهم ونقلهم إلى المستشفى خلال زمن يقدر بسبع دقائق، وهذا يعتبر إن شاء الله ممتاز، ونتمنى إن شاء الله أن نقلل الزمن هذا في المستقبل. الإسعاف توصل إلى مكان الحدث والتعامل مع الحالات، فرز الحالات الخطرة والحالات العادية اللي تمشي، وين يودون الحالات؟ الحالات اللي قاعد تروح حق الإسعاف لازم تروح حق أقرب مخرج يكون قريب حق سيارة الإسعاف. نقاط التجمع اللي تكون موجودة بالسابق حق موظفين المركز يكون موظفين المركز عارفين وين يروحون شلون يوصلون لها. فهذا كله سنة عن سنة وتمرين على تمرين قاعد نشوف أنه أفضل وسرعة في الاستجابة أكثر. التمرين عبارة عن إخلاء حالتين تم نقلهم إلى المستشفى المساند عن طريق إدارة الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف خلال فترة زمنية تقدر بسبعة دقائق. احنا نمشي على برنامج تدريبي مع الإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية. الحمد لله أنجزنا تقريبا فوق 80% من الجدول التدريبي معهم. مركز الرابية الصحي يتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية في تنفيذ برامج تدريبية لحالات الطوارئ والكوارث. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.